أي شيء غير ثابت قابل للاهتزاز، وأي شيء قابل للاهتزاز قابل للسكوت، والسكوت السريع كمان. بداية من أميرة. الحب يا أميرة. الفقر هيقتله. خلينا نسيب بعض وإحنا في بينا حاجات حلوة، أحسن ما نسيب بعض وإحنا كارهين بعض يا رأفت. أو طارق. بحبها. للغاية عنده بقى بتبرر الوسيلة. بحبها وأنت أكتر واحدة عارفة. خلاص ما تكتبش عند مأزوم. أتجوز حرف يا نور وأنا معيوبة. يا ستي ما حدش قال إنك معيوبة. بس ده حل مؤقت. بعدها نحط أبوه قصاد الأمر الواقع. أو نهال. اللي ما بقاش ينفع تخبي سرها أكتر من كده. يعني ما فيش أمل إن أخفف يوم من الأيام؟ أو مدحت اللي مش قادر يواجه حقيقته. أنا رحت للدكتور. وما قدرتش أدخل. ومش هقدر. لو عايزة تطلقي من بكرة أنا عندي استعداد. المهم إن السر ده يفضل بيني وبينك طول العمر. أو نور اللي بدأت تدفع تمن الطريق اللي مشيت فيه. أنت متأكدة من اللي بتقوليه ده؟ والله ده اللي اتقالي. أنا جيت أقوله لك زي ما اتقالي بالظبط. لسه قدام بكرة هيدخل الكويت. نور توفيق. أهلا مساء الخير. هل يخفى القمر؟ بس أنا لسه ما حبيتكش. هتحبيني؟ لا يا سليم، ده مش شغل، ده النظام نفسه اللي احنا المفروض كلنا بنشتغل عشان نحميه. المشكلة ان احنا لو حكينا لك مش هتصدق. اسمع الاول وانا اللي حدد. كتابي اللي مكتوب فيه كل حاجة. انتوا اتهبلتوا على كبر ولا ايه؟ الله، انت مش قلت تحكوا؟ ادينا حكينا. عايز تصدق صدق، مش عايز انت حر. اعتبر بقى اللي انت ما صدقتوش ده كاننا ما حكيناهوش. عشان حتى لو كلامنا مش صح وتخريف فالاكيد اللي احنا الاكيد ان احنا كلنا كده بنتفضح وحضرتك معانا. حسين هتساعدني ازاي؟ ربنا يقدم اللي فيه الخير. وحياة امك. الزم حدودك يا نور. بقول لكم ايه، انا بقيتش حسين يعقوب بتاع زمان. انتوا كلكم كده على بعض ما تسووش عندي تمن الرصاصه اللي هتتقتلوا بيه. بما فيهم انت يا رأفت. مش وقت تهديد يا حسين، انا مستنيينك. وما تنساش نهائي. ايه مش مصدقاكم؟ معقولة هتأمنوا لحسين يعقوب بعد كل اللي حصل؟ ما تقولي لنفسك، مش انتي اللي رحتي له؟ عملتوا ايه؟ سمحتوا بقى؟ ما عرفناش. طب وبعدين؟ المهلة كده خلاص. مهلة ايه يا أميرة انتي كمان؟ خلينا عدلك الكلام اللي أنا قلته لمدحت. الشخص اللي بيبعت لنا السيديهات دي بيلعب بينا، لأنه بالعقل كده هيعرف منين إذا كنا سامحنا بعض بجد ولا لأ. كل اللي هو عايزه إن احنا نقف قدام نفسنا ونشوفها على حقيقتها. عشان كده الشخص ده حد كان قريب مننا زمان. فسيبكوا بقى من دايرة السماح اللي احنا عمالين تايهين فيها دي، وخلونا نركز كده ونفكر بهدوء مين ممكن يكون الشخص ده. هي صبر. صدقوني. مش سمرة يا أميرة، سمرة ماتت وأنا متأكد من كده. طب ماما كنا متأكدين إنها ماتت وطلعت عايشة. إيه بقى اللي مخليك متأكد إن سمرة ماتت؟ عشان إحنا دفنناها بإيدينا وقدام عينينا. وأمك ما كناش دفنناها بإيدينا وقدام عينينا؟ خلاص هنبقى بنضيع وقت وإحنا في عرض كل دقيقة. رأفت عنده حق. رأفت آخر بني آدم ممكن يبقى عنده حق في أي حاجة. بس تمام، خليكم ماشيين ورا رأفت لحد ما يغرقكم كلكم. واحنا بقى هنبات هنا؟ مش اريح من وجع الدماغ اللي فوق؟ ميرا الشك هيجننها والتاني هيمسك في اسطوانة ان لو سمرة عايشة هتسيبنا ليه؟ كده اريح. عندك حق. انت عندك شك اني بحبك؟ ما هي دي المصيبة يا مدحت،
ان احنا بنحب بعض رغم كل اللي بيحصل ده، برضو بنحب بعض. منك لله يا رفض. منك لله؟ ده على اساس ايه بقى ان شاء الله؟ على اساس ايه؟ على اساس ان هو السبب في كل المصايب اللي احنا فيها دي، هو وكتابه. كتاب ايه يا مدحت؟ احنا مش خلاص اتكلمنا في الموضوع ده وقلنا ان الكتاب ملوش اي ذنب في اللي بيحصل ده؟ انت اللي قلت يا طارق مش احنا، وانا بقى ما اقتنعتش. الكلام ده مكتوب، يبقى انا اخترت ازاي؟ يا سيدي الفاضل، انت الكتاب ده قريته، شفته، عرفت اللي فيه قبل ما تاخد اي قرار في حياتك؟ لا، يبقى خلاص انت اللي اخترته بنفسك يا مدحت. ماشي يا طارق، خلاص انا همشي عشان ماليش مزاج بقى تاني. سلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وده رايح فين ده؟ ملوش مزاجي بات هنا. عاملين ايه فوق؟ مقطعين بعض طبعا. كل واحد عنده أسرار. أنا مش فاهمة، شهر عسل إيه ده اللي بقاله سنة ونص؟ شايفانا يعني بنعسل في مرأية؟ ما احنا مرزوعين جنبك في مبابة هو. مرزوعين جنبي يا اختي، لا شغلة ولا مشغالة، لا انت بتروحي حضانتك ولا مولانا بيدن. هو انت مش بتاخدي ايجار الأوضة كل اول شهر؟ يا فرحتي يا اختي بالكم ملطوط. والله هو ده اللي حالتنا وما عندناش غيره. وما تنسيش ان انا اتجوزت الشيخ مش صاحب الوسية. انا مواكرم. صباح الخير. صباح النور. اهو صباح والسلام. بقولك ايه يا شيخنا، انا ما جوزتهاش يا اخويا عشان تتاخر تروح وتجيب لي راخر. شهر العسل خلص على كده، والبنسيون اللي جابهولك دادي قفل. يا ريت بقى يا اخويا تروح تدور لك على شقة يا ابن الحلال. مش كفاية ان انا قابلة انها تتجوزك عرفي، غير ان ايه حكايتك مع السخان ده؟ الشتا لسه ما دخلش يا راجل، حرام عليك. مش كل ده من اللحم الحي؟ هو افترى؟ اعرفوا ربنا بقى، هو دقني وخلاص. وحياتي عندك ما تزعل نفسك، سيبك منها، الفطار هيبرد. هو ده السعر اللي عندي، روح كده اي بنك وشوف هيطلعوا لك الدولارات دي ازاي. بقولك ايه، ما توجعش دماغي، انا لسه ما خدتش قهوتي بتاعت الصبح، فكر وبرد علي. سلام. في ايه يا بنتي؟ في واحد بيقول لي هو من طرف استاذ عاطف ومعاه سيناريو. ادخلي ادخلي ادخلي. خير؟ ده الاستاذ عاطف بعتهولي انا؟ ايوه يا فندم، وده تليفون، وبقول لحضرتك يبقى مبسوط لو سمع صوتك. شكرا جدا، متشكرة قوي قوي. ايوه يا نهال، مش هتصدقي اللي حصل دلوقتي. ما صدقش ليه؟ اذا كنت انا اللي اديته العنوان. ايوه يا بنتي، يلا خلصي قرايه بسرعه وكلمي. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ما هو اكيد مش هيتبسط لو وافقتي من غير ما تقري. بالظبط. بقولك ايه، هكلمك بعدين. يلا باي باي. خير؟ الاستاذ عادل عايزك. ماشي جاي. بس انا مش فاهمه حاجه يا استاذ عادل، يعني حضرتك تقصد ان في جورنال كويتي هيفتح هنا في مصر ولا ايه بالظبط؟ لا، ده جورنال كويتي وهيفتح في الكويت، وهيكون اول جورنال كويتي يفتح بعد الغزو، وعايزين موهبه صحفيه شابه لرئاسه التحرير. بصراحه انا ما لقيتش افضل منك ارشحه.
بس حضرتك عارف كويس قوي ان انا متجوزة، يعني مش هينفع اسيب هنا واسافر. نهال بلاش قرارات سريعة، فكري كويس وخدي رأي جوزك، وبعدين مش مطلوب تكوني هناك طول الوقت. نهال عايزك تحطي في دماغك حال الصحافة دلوقتي في مصر لا يسر عدو ولا حبيب. احنا عايشين على تراخيص قبرص لغاية ما ربنا يحلها من عنده. خلاص اوعدك ان انا هفكر، مع اني يعني ما اعتقدش ان انا هقدر. اسافر افغانستان اعمل ايه؟ في مهمة هناك محتاجينك فيها. يا سلام، يعني انت عايزني اسافر وكمان ما اعرفش انا مسافر ليه؟ وانت من امتى يعني بتسأل اسئلة من النوع ده يا شيخنا؟ لان ده ما كانش اتفاقنا. احنا اتفقنا ان انا بجاهد بالكلمة، لكن لا بشيل سلاح ولا بروح افغانستان. الشيخ وسامة طلبك انت واتنين عشان تقابلوه شخصيا، واعتقد ده شرف كبير يخلي الاتفاقات تتغير. الشيخ أسامة مين؟ الشيخ أسامة بن لادن. نهال يا حبيبتي، هنا مش زي ما بحس الأداب عشان تجي لي عمالة على بطال. عمالة على بطال إيه؟ دي تاني أو تالت مرة أجيلك، وبعدين أنت بترجع البيت بالليل متأخر ما نعرفش نتكلم. كنت عايز أعرف رأيك في الموضوع اللي قلت لك عليه. طبعا مش موافق. كويت ايه اللي عايزه تسافريها؟ لان احنا مش محتاجين فلوس عشان تروحي تتغربي عشانها. بس دي فرصه مهمه قوي ومش هتجيلي بسهوله في مصر. والله قدامك بقى تترقي، بس انت اللي دماغك ناشفه. مدحت قلت لك ما تفتحش الموضوع ده معايا تاني. نهال انزلي على ارض الواقع، عيشي شويه على الارض. ما فيش صحفي في مصر ما بيشكرش في الرئيس. لا في انا خلاصه القول، لو انا اصريت اسافر وانت رفضت هنعمل ايه؟ هوافق يا نهال، سافري. على فكرة أنا حجزت عند الدكتور ذكور ألماني، بيجي مصر مرتين في السنة، لأني كنت حابب نروح مع بعض. بس احنا خلاص كنا قفلنا على الموضوع ده، بتفتحه تاني ليه؟ عايز أخلف يا نهال، لازم نشوف حل. نهال، هو احنا في اكتوبر بس الدنيا مش ساقعه قوي كده؟ لا انا عندي دور برد ومش عايزه يزيد عليا. انت صحتك شكلها مش جايه على الجواز. اموت واعرف انت ومدحت بتعملوا ايه مع بعض. تقصدي ايه يعني؟ لا ما اقصدش، كنت بس عايزه اتاكد انك جاي لمدحت. يلا باي باي يا طارق. انتوا كمان هتقولوا لي فرصه؟ دي فرصه ما بتجيش غير مره واحده بس في العمر، وده معناه ان الخطه بتاعتنا مش زي ما احنا عايزين بالظبط. ايوه بس احنا ما اتفقناش على كده. ما اتفقناش على ايه؟ شوف يا طارق، اللي حصل في الجزائر السنه اللي فاتت ده قلب الدنيا، ومش هنسمح ابدا انه يحصل في مصر. وبعدين يا اخي انت هترجع من الرحله دي واحد من اهم قيادات الجماعه، في نصر اكتر من كده ممكن نحققه؟ ده لو رجعت اساسا. طب انا شعرفني ان هم ممكن يكونوا كشفوني وعايزين يخلصوا مني فيسفروك افغانستان. لو كلامك ده صح يا طارق، لقيتك رصاصه واحده بس هنا. فكر صح يا طارق، انت بتقدم خدمه للنظام عمره ما هينساها لك، ده غير ان انت ما بتعملش حاجه ضد مبادئك. بس انا ممكن اروح في الرجلين. ساعه الجد انت معانا يا طارق، واللي معانا عمره ما بروح في الرجلين. أنا مش موافق. لا موافق على كلامكم، ولا اتفقت معاكم على كده، ولا موافق على كلامه، ولا اتفقت معاهم على كده. أنا مش هسافر قبل حد. السلام عليكم. والعمل قول لي، هو طارق شغال في مسجد تبع الأواف؟ طبعا طارق اصلا شغال بجواب تكليف. كويس، خليهم في المسجد يجمعوا تبرعات للبوسنه والهرسك باسم طارق. ارسلت ودني كده. يحصل النبات على غذائه عن طريق عمليه. ما ترد يا ابني منك ليها،
يا اختي وانتي مش كنتي ادبي؟ مالك ومال العلوم؟ ياما ارحميني، ربنا بيرحم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين دول يا امير؟ دول عيال الجيران، بتديهم دروس يا حبيبي، بتحاول تساعد يا دناي. طارق استني عندك، انا اللي هدخل، انا اصلي عايزاه بكلمتين. مالكيش دعوه بطارق خالص ياما. يا اختي هو انا هاكله؟ ده انا قلبي على مصلحتكم. انا عارفه ان مفيش بيني وبينك عمار، بس حكم عليا الزمن تبقى جوز بنتي. هما كلمتين مالهمش تالت. سافر يا ابن الحلال، السفريه دي فيها خير. انت عرفت منين حكايه السفر دي؟ يو انت ليك اكل ولا بحلاقه؟ لو بحلاقه اسال اسئله، بس مالكش عندي إجابة. ولو أكل ارفع سماعة التليفون على أي حد من أصحابك، اسألهم عن بركات خالتك صبري. قالت لك حاجة عني؟ عنك أنت؟ طيب بص بقى يا سيدي، أنا هقولك على حاجة وأنا عصر على نفسي ليمونة وبدوس على كل قناعاتي ومبادئي. الست دي مخوية يا طارق وما بتخيبش. ماشي. صدق الله العظيم. مير انا محتاج اقعد لوحدي شويه. انت زعلان مني عشان موضوع الدروس صح؟ طب دلوقتي انت من ساعه موضوع البوسنه والهرسك ده ما سجلتش ولا درس، واللي جاي على قد اللي رايح، وسمره ما بتشبعش، وبوك ما ينفعش يحس انك انت فاتح بيتين وفلوسك بتنقص. اعمل انا ايه بس دلوقتي؟ الله العظيم انا مش زعلان منك، انا زعلان من نفسي مش قادر ابسطك. انا مبسوطه جدا وحياة ربنا. اغني لك؟ طيب فاكر فاكر لما كان وكان وكان لينا في كل مكان مكان. ايوه كده. بحبك يا أميرة. يعني انت مش ندمانة؟ حد يندم على احلى حاجة حصلت له في حياته؟ سيبك مني انا وانت دلوقتي، سمرة كانت عايزاك في ايه؟ امك دي بجد مكشوف عنها الحجاب. امي مكشوف عنها الحجاب ازاي؟ سمرة اخر واحدة في الدنيا ممكن يبقى مكشوف عنها الحجاب. سمرة وراها سر انا مش قادره اعرفه، بس الحاجه الوحيده اللي انا متاكده منها انك ما تسمعش كلامها في اي حاجه تقولها لي، عشان خاطر الغربان بتنعي ما بتغنيش. انت عارفه بقالك قد ايه بتكلمي في سي عاطف ده؟ ساعه ما قعدنا. اصل انت مش عارف، انت مش متخيل قد ايه الفرصه دي مهمه جدا بالنسبه للمشوار الفني دلوقتي. قبل كده ضيعت فرصه ان انا اشترك في الليله الحلميه، وكنت هبله وعبيطه ومتخلفه. تظبط مشوارك زي ما انا بسيب الدنيا بره علشانك، انت برضه تسيب الدنيا لما احنا نكون قاعدين مع بعض. غير اصلا المشوار ده هتسيبيه.
شغل ايه اللي هسيبه؟ كل يا نور، كل بلاش نتكلم على الشغل. Hören Sie, Herr Medhat, alle Tests zeigen, dass Ihre Spermien nicht effizient funktionieren, dass Ihre Reproduktionsfähigkeiten eingeschränkt sind. Es tut mir leid. كل التحاليل تمام. وحضرتك ما عندكش أي مشكلة تمنعك من الإنجاب. حتى المشكلة القديمة انتهت تماما وهي أصلا ما كانش ليها علاقة بالإنجاب. حضرتك حللتي مدام نهى؟ أنا لا ما حللتش. هنبقى محتاجين نشوف تحليل لحضرتك. إن شاء الله. فاكر لما كان ما بيتكلمش انجليزي، يعني حتى لو سالته مش هيفهم. هو هيقول الكلمتين بالالماني وانا هقول اللي في النصيب بالعربي. ليا ليه؟ سيبيني اشوف المزغود علوان هيعمل ايه مع مهر. بقالك كام سنه كده مش مريحاني. مفيش مصيبه حصلت الا وليكي دعوه بيها. وانا عمري ما سالتك وراك ايه ولا عايزه اعرف. بس الصراحه ياما موضوع انك كشف عنك الحجاب على كبر ده مش داخل عليا خالص. واللي جوه ده يفرق عن التاني. فرق القلب عن العقل ياما. لو جرى له حاجه بسببك مش هسامحك. لا ومش بس كده، تعتبري من النهارده ان بقى لك عدو. ومش اي عدو، عدو بقى من تربيتك، تربيه سمرة. انا بقى مش عدوتك ولا عمري اذيتك ولا هاذيكي. ده انا كل منايا في الدنيا دي ان اشوفك مبسوطه. بس يا خسارة بتطلعي من حفرة تقعي في دحضيرة. عامل ايه؟ جوزك قدامه سفرية وما تقوليليش عرفتي منين. ما يخصكيش، قوليله يسافر فيها خير. لكن لو قعدتي جنبك هنا انت حرة. ما تجيش تعاتبيني على اللي هيحصل لاني ماليش دخل فيه يا بنت صبر. دخلت هنا ازاي؟
كنت فين؟ كنت عند كريم. ما تكدبيش. كنت عند الأستاذ عاطف. مش قال لك قبل كده ما تروحيش حتة من غير ما أنا أكون عارف؟ الوقت كان متأخر وكنت لازم أنزل، وما تصورتش إن أنت هتهتم بالتفاهات دي. أنت بالنسبة لي مش تفاهات، حركة رفع السماعة دي حركة قديمة أوي. بصراحة أنا مش فاهمة، أنت بتتعامل معايا كأن إحنا متجوزين وإحنا مش متجوزين، وأنا في حاجات كتيرة قوي ببقى عايزة أعترض عليها وأنت بتعملها وأنا بخاف. بصراحة ده مش كويس في علاقتنا، سواء كانت صداقة أو حب أو جواز. تخافي من إيه؟ بخاف منك عشان أنت مش أي حد، أنت مش متعود إن حد يعترض أو يقولك لأ. أنا ما تعودتش غير إن أنا أقول لأ، اتربيت على كده، حد عمره قال لي رايحة فين ولا جاية منين، حتى أبويا عمره ما عملها معي. بس جوزك هيقولك لما أبقى أتجوز. طيب نتجوز. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا سليم يا عثمان. أنت ظهرت في حياتي ليه؟ من يوم ما ظهرت ومشفتش منك غير الخراب. قلبي عايز يتجوزني. ممكن تفهميني كل ده ايه سببه؟ دي جوازة كل بنات مصر تتمناها. اللي زي ده يوم ما هيتجوز ممثلة هيتجوزها في السر، عرفي، ملك يمين، من الاخر كده حاجة نحلل بيها الرفق. وبعدين يتقفل عليا باب مع راجل كل اللي يجمعني بيه ان انتوا عايزينه تحت السيطرة؟ انت عارف ده يوم ما هيعرف هيعمل فيا ايه؟ وهو هيعرف منين اصلا؟ يا نور يا نور، الشغل شغل. وبعدين دي جوازة جات لك على طبق من ذهب عشان يفضل تحت سيطرتك بجد؟ طب والحب؟ الحب يا نور لا بيزود رصيد في البنك ولا بيجيب فيلا. ايوه لميت التبرعات؟ طب اقبضوا عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكلها مكتوبة لك يا أمه، في حد هيجي بقى ترازي فيه براحتك. عزمة مين على الغدا النهاردة؟ ده أنا عاملة الملوخية على القد. لا ده انتي هتشيلي لقمة من بقك وتديها له. وده مين ده يا عناي؟ وأنا في الحضانة النهاردة دخت عملت تحاليل، أنا حامل يا أمه. خصيمك النبي ما بتكدبي؟ وحياة النعمة دي حاجة يتكدب فيها يعني؟ يا حبيبت أمك أخيرا هقدر أشتم طارق براحتي، للنهار مش هقول للواد إلا يا ابن الكلب يا ابن الكلب. طب ولو بنت؟ بنت كلب برضو ما بعدتش. يا حبيبتي أمك تعب حضني يا حبيبتي. ربنا يقومك بالسلامة يا أميرة ويجعل وش السعادة عليك قادر يا كريم. حبيبتي يا بنتي. يا رب. طارق جوه؟ لا غريب. تبرعات البوسنة والهرسك بإذن من الأزهر، واللي مع حضرتك ده تصريح بكده. مزور. مزور يعني إيه؟ وإيه اللي يخليني أعمل حاجة زي كده؟ أنا مش فاهم حاجة. التبرعات دي دخلت حسابك ومن حسابك خرجت لعدة شخصيات، كلها مشتبه فيها إن ليها علاقة بشخصيات من جماعة الجهاد. أنت إيه رأيك في الكلام ده؟ أنا مش هقول ولا كلمة غير لما يجي مدحت محفوظ، هو زميلك هنا. مدحت بيه مش موجود، هو في مأمورية برا مصر. يا حسرتك يا أميرة، يا حسرتك يا بنتي انتي واللي ببطنك. خير يا شيخ طارق. يا ريت حضرتك تفهم زميلك انا بامين وبشتغل معاكوا ايه. اشتغل معانا يا شيخ طارق؟ انا اول مره اشوفك وش في الوش، ايه حكايه بتشتغل معانا دي؟
لا بجد، انت اشتغلت معانا امتى وفين؟ لا انا عايز اقابل مدحت محفوظ. هتقولي مدحت محفوظ من تحت الارض؟ ايه؟ سفرية لسوريا على غفلة كده؟ طيب لا مفيش، بس كان في موضوعين كنت عايزة اكلمك فيهم. لا 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 خلاص، نتكلم لما ترجع. ما هو في واحد ينفع نتكلم فيه دلوقتي والتاني ما ينفعش، التاني هخليه لك مفاجأة لما ترجع. طيب انا قررت اسافر الكويت. يا مدحت قرار نهائي. ماشي طيب خلاص، نتكلم في الموضوع لما ترجع. يلا باي. خلي المفاجأة لما ترجع بقى. ياما ياما لو عارفة حاجة قوليها لي وما تسيبينيش كده. هيكون راح فين بس يا ربي؟ أنا دخت عليه في كل المستشفيات والجوامع. ما رحتوش إقسام؟ لا، وإيه اللي هيودي طريق إقسام بس ياما؟ ما بديهاش بقى. أنا هروح لأبويك شي يولع. ما هو ده كمان ما يرضيش ربنا. طب ما تنسيش تطلبي منه فلوس، انت بتاكلي البطنين. اوعي تنسي. هو مدحت لسه ما رجعش من السفر؟ رجع. بس هو مدحت هيفيدك بايه يعني؟ اوعى تكون مصدق اني ما اعرفكش. امال انكرتني ليه في التحقيق؟ يعني قرصة ودن كده بعلمك بيها تمن قولت لا. يعني ايه؟ يعني اللي اشتغل معانا ما ينفعش يقول لا. محدش اجبرك تشتغل معانا، ما ضربناكش على ايدك. بس طالما اشتغلت معانا يبقى تلغي كلمة لا من قاموس حياتك خالص. طب انا عايز اشوف مدحت. برضو مدحت اول ما رجع من السفر اتخذت اقواله. عارف قال ايه؟ انا استحالة ابني يخرج عن طوعي. ده مش موضوعنا دلوقتي يا عم يحيى. انا مش جاي اوقع بينك وبين، انا جاي احط ايدي في ايدك عشان ادور على طارق. طارق بقاله اسبوع مختفي. ابني وانا هدور عليه وهلاقيه. انت مالك؟ ما يخصكيش في حاجه، تدوري عليه ليه؟ لا يخصني يا عم يحيى، ويخصني دلوقتي اكتر ما يخصك كمان. بالورقه دي وباللي في بطني اقدر احول جوازتي الرسمي، بس ده مش الموضوع اللي انا جاي اتكلم فيه يا عم يحيى. انا جاي ادور على طارق، غايب واكل لي قلبي عليه. اللي في بطنك ده ابن سفاح، ابن حرام، وانا مش هسمح لواحده زيك انها تلوث مستقبله. روحي 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 شوفي مين ابوه واكتبيه باسمي بدل ما تيجي تتبلي على الناس. امشي. لما يبقى يرجع ابنك وبقول له مراتك تفت في وشي وبقى وريني هتقابل ربنا ازاي. خير، احنا اول مره نتقابل بدري كده. طب ما تقولي لي تشرب ايه الاول؟ طب بس كفايه بقى قطعتي قلبي. انا هقول لك على كل حاجه. عايز تقول يعني ان مدحت عارف ان انت لفقت لي التهمه؟
الحمد لله على سلامتك. قبل أي سلام قولي لي المفاجأة، أظن دي أول مرة تفاجئيني. طبعاً أعرف. هنتجوز. وهتسيب التمثيل. طارق مسكينه في أمن الدولة. أنا حامل.